السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب تانية ثانوي، أحبكم في الله وفي إنجليش جود، أتمنى تكونوا بخير. إن شاء الله درس المواقف النهاردة دي الطاكس سيتواتسيونين، دي الطاكس سيتواتسيونين يعني المواقف اليومية. إن شاء الله زي إحنا متعودين ومفهمين حضراتكم إن المواقف دي تعتبر من أهم جزئية في الوحدة كلها. ليه؟ المواقف بتشمل الكلمات والجرامر أو الجراماتيك اللي إحنا خدناه على مدار اللكتسيون. طيب النهارده بنتكلم عن بعض الحاجات المهمه، وقلنا في صيغه السؤال انت بتسال دو فراجست او حد بيسالك يمن دو فراجست، تمام؟ وقلنا الفرق بين الاثنين ان دو فراجست يبقى لازم تختار صيغه سؤال، دو فراجست انت اللي بتسال تختار صيغه سؤال، تمام كده؟ او يمن دو فراجست شخص ما بيسالك يبقى انت ترد عليه باجابه، تمام؟ اول نقطه هنا بنتكلم عن كلمه كيبورت ستار. جيبورت ستاج معناها عيد ميلاد، كلمة جيبورت أصلا معناها ميلاد وطاج معناها يوم أو عيد، تمام؟ طب دي كلمة دالة على زمن، الكلمة دالة على زمن دي أسأل عنها بإيه؟ بفن. فن يعني إيه؟ فن يعني متى؟ أقول فن هاست دو جيبورت ستاج، إمتى يكون عندك عيد ميلاد؟ فن هاست دو جيبورت ستاج، تمام؟ طيب بيجن تير شولي، بيجن يعني بداية أو أنفانج، تعال خدنا فعل اسمه بيجن قبل كده بيساوي فعل عادي اسمه أنفانجن، تمام؟ يبقى عندنا كلمة بيجن أو كلمة أنفانج معناها بداية، بداية المدرسة برضه دي كلمة دالة على زمن، بسأل عنها بإيه؟ بفان متى؟ أو الفان بيجنت دي شولي، أو هستخدم بقى الفعل المنفصل، الناس الشاطرة اللي مركزة معايا، أقول فان فينجت دي شولي أن، فان فينجت دي شولي أن، متى تبدأ الإيه؟ المدرسة. طيب، كلمة فير أبريدونج معناها إيه؟ تحديد الميعاد أو موعد اللقاء. اقول فان تريفن فير اونز، نخلي بالنا ان كل دي كلمات داله على زمن، يبقى اسال عنها بايه؟ بفان. بفان تكرر كتير جدا معانا، فان معناها متى، فان معناها ايه؟ متى. فان تريفن، تريفن معناه يقابل، والفعل تريفن ده فعل قوي، الناس الشاطره اللي مصحصحه معانا، تريفن فعل قوي بحول حرف الاي ده اهو الاي الى اي، الافعال قويه، وان التحويل من حرف لحرف ده ثابت مع قام ضمير اربعه دو وار واس وزي، تمام؟ اقول لك فان تريفن فير اونس، امتى نتقابل؟ تمام؟ اقول بقى اي وقت بقى، خدنا حروف الجر الزمنيه قبل كده ام ام اوم ان دير ان دين فون بيس، كل ده اجابات صحيحه. اتسايت دير نخرشتن، موعد الاخبار، الاخبار تيجي امتى؟ اقول فان كومن دي نخرشتن، فان كومن دي نخرشتن، قلنا فان معناه متى؟ كلمة نخرشتن دي جمع، عشان كده خدنا الفعل من تبقى ايه؟ بي ان كومن. طيب اندي ديس فيلمز، نهاية الفيلم، برضه هقول فان اس دي فيلم اتس اندي، امتى الفيلم هينتهي؟ فان، فان يعني متى، تمام؟ ارتست تيرمن، ارتست تيرمن معناه معاد الدكتور، اقول فان جيست دو سوم ارتست، فان جيست دو سوم ارتست، يعني امتى هتروح للدكتور. كلمة فيش كايت او مجلش كايت، طبعا الكلمتين دول خدناهم مع الفعل كونن يستطيع، يبقى عندنا كلمة فيش كايت أو كلمة موجلش كايت الاثنين قدرة أو استطاعة، بتيجي دايما مع الفعل اسمه إيه؟ كونن يعني يستطيع. أقول فاس كونن زي تون، خلي بالنا إن الفعل تون هو هو الفعل مخن، الاثنين معناهم يفعل، يبقى أقول إيه؟ فاس كونن زي تون، أعمل حضرتك إيه أو أقدر أساعدك إزاي؟ تمام؟ أو تقدر تعمل إيه؟ فاس كونن زي تون أو فاس كونن زي مخن، ماذا تستطيع ان تفعل. كلمه فيلن اراده، شايف مرتبطه اصلا بالفعل فولن، تمام كده؟ فيلن اراده مرتبطه بالفعل ايه؟ فولن. انا عايز اقول فاس فولن زي تون، ماذا تريد ان تفعل، او فاس فولن زي مخن، قلنا مخن معناه ايه؟ مخن معناه يفعل برضه. كلمه فونش، الكلمات دي قديمه على فكره، احنا بنراجع مع بعض، فونش معناها رغبه او امنيه، دايما مع الفعل مشتن، مشتن معناه يريد او يرغب. او الفاس موشتن زي او فاس فونشن زي، يعني ايه اللي انت عايزه؟ فاس موشتس دو مخن او فاس موشتن زي، تمام؟ فيشتش كايت دي معناها الاهميه، بس على حاجه مهمه هقول فاس فيندن زي فيشتش، ايه اللي حضرتك شايفه مهم؟ هتقول مثلا ايه؟ دوتش ليرنن مثلا، تعلم اللغه الالمانيه، او شبراخن ليرنن عامه، تعلم اللغات، تمام كده؟ اون فيشتش برضه دي العكس، او الفاس فيندن زي نيشت فيشتش، ايه اللي انت شايفه مش مهم، بكلمه فيشتش دي معناها مهم. فيشتش كايت دي الاهميه، ده الايه؟ ده الاسم، يبقى دي الصفه فيشتش، وده الايه؟ وده الاسم بتاعها.
ماينونج الرأي، ده برضو دي كلمة مش جديدة علينا. ماينونج الرأي هقول فاس ماينين زي او فاس دينكن زي، او السؤالين اللي احنا خدناهم في الترم الاولاني في فيندن زي، ايه رأيك؟ في فيندن زي دويتش، ايه رأيك في الالماني؟ طبعا هتقول لي لايشت ليكر زير جود، تمام كده؟ يعني ايه كويس، تول، سوبر، صفة اي صفة انت حافظها بقى. او فيجي فيلت، فيجي فيلت دي دويتش بوخ، فيجي فيلت دي دويتش براخي، ايه رايك في اللغه الالمانيه؟ هتقول طبعا اي صفه انت حافظها. يبقى فيجي فيلت وفي فيندست الاثنين خدناهم الترم الاولاني، او فاست ماينين او ايه او فاست دينكنزي. الاكتيفيتيت اللي هي الاكتيفيتي، الاكتيفيتيت الانشطه، ان دير فيرجانجن هايد، كان فيرجانجن هايد كانت في الماضي. يبقى ايه بقى الزمن اللي احنا خدناه في الماضي؟ هو المضارع التام البيرفكت. هقول فاز هابن زي جيسترن جيمخت، عملت ايه امبارح؟ او فاز هابن زي فروهر جيمخت، عملت ايه قبل كده؟ تمام؟ طيب زي فراج نخدم فونش، واحد بيسألك عن يمن فراج زي نخدم فونش، واحد بيسألك عن الامنيه بتاعتك، هتقول له ايه؟ هتقول ايش موشتي؟ احنا كده ملاحظين ان كلمه فونش مرتبطه بالفعل ايه؟ مشتنا. هقول ايش مشت جيرن فرنزين، انا بحب اتفرج على التلفزيون. بك هنا فعل اسمه فرنزين، فعل منفصل، وخدنا وجود الفعل المنفصل مع الفعل الناقص المنفصل بيجي كامل على بعضه بدون انفصال. يبقى ايش مشت جيرن فرنزين، انا عايز اتفرج على التلفزيون. تمام؟ طيب فيشتشكايت دي معناها الاهميه، هتقول ايش فين دي دويتش فيشتش، انا شايف ان اللغه الالمانيه او تعلم اللغات دي حاجه مهمه جدا. تمام؟ واحنا برضه ايه هنقول ليه تعلم اللغات مهم؟ قال لك الجروند، هتكلم على السبب. هتقول لي دوتش ماختش باص يا عم، انا شايف ان الالماني يعني بكون فرحان لما بتكلم الماني او بتعلم ايه او اذاكر الماني. تمام؟ دوتش ماختش باص، او ايش براوخي اس، اس ديت المحايد عايدة على اللغة، يبقى انا محتاجها. او ايش براوخي دويتش فير مايني اربايت، انا محتاج اللغه للشغل بتاعي، او فير ماين ستوديوم للدراسه بتاعتي. تمام؟ او مثلا ايش موشت ناخ دوتش لاند فليجن، انا عايز اسافر المانيا. دي برضو دي كلها اسباب، والجمل دي كلها هتيجي ان شاء الله دلوقتي في جزء الايميل. تمام؟ طيب اير فريند هات جيبورتستاج، واحد زميلك عنده عيد ميلاد، تقول له ايه؟ هتقول له هيرت سليشن جلوك فونش، معناها تمنيات القلبية او اطيب التمنيات. تمام؟ طيب دي كلها مواقف، وان المواقف بتاع الجزء ده يعني هي تحصيل حاصل بس يعني، لكن المعظم احنا خدناه في الترم الاولاني. تمام؟ طيب ده اول سؤال معانا، بيقول لك دو فراجست ناخ دير نخرشتن، انت تسال عن الايه؟ عن الاخبار. هتقول ايه؟ هتقول فان كومين دي نخرشتن، امتى الاخبار هتيجي؟ تمام؟ فان معناها متى. دو فراجس ناخ دير فرايت سايد، يعني فرايت سايد وقت الفراغ. الامثله بقى بس مختو ام فرايتاج، هتعمل ايه في يوم الجمعه؟ او فاروم بيست دو فراي، ليه انت فاضي مثلا؟ او فان هاست دو فراي، امتى يكون عندك فراغ؟ وهي فان هاست دو فراي. واحد قال لك في الارفولج، كلمه في الارفولج دي بقولها امتى؟ خلي بالك ان عندنا فيلش باس وقت ممتع، وفيل رفولج دي معناها بالتوفيق والنجاح. فيلش باس اما واحد مثلا جيت انس كينو، انس تياتر، انس شفينباد، اندين كلوب، اندين جارتن، اي مكان ترفيهي بقول له فيلش باس وقت ممتع، اتمنى لك وقت ممتع. تمام؟ لكن فيل رفولج دي معناها بالتوفيق والنجاح. مثلا انت بتذاكر، عندك امتحان، عندك دكتات، عندك بريفونج، عندك تيست اندير شولي في المدرسة، بقول له ايه؟ فول، بقول له فيل الفولج. يبقى احنا عندنا فيل الفولج دي معناها بالتوفيق. يبقى عندنا بريفونج، عندنا امتحان، داين فريند هات ايني بريفونج، واحد عنده ايه؟ امتحان. طيب داين فريند هات جيبورتستاج، واحد زميلك عنده عيد ميلاد، هتقول له ايه؟ هيريت سليشن جلوك فونش، الرد اللي احنا ايه قلنا عليه في الشرح. باهير السليشن جلوك فونش دي معناها اتمنى لك
اطيب التمنيات، كل سنه وانت طيب، اي حاجه ايه كويسه. تمام، طبعا كلمه جوتي بيسلمني غلط معناها الف سلامه. طبعا في ليش بس دي معناها وقت ممتع برضو ما تنفعش. تمام كده. طيب داين فريند ماخت اين فرد، ايوه، واحد بيعمل رحله، بيعمل حفله، بيعمل نزهه، بيعمل عنده اجازه، هتقول له فيليش باس. فيليش باس يعني وقت ممتع. طب هنا فيليش باس مش موجوده، يبقى جويت فارت دي معناها رحله سعيده. طيب زميلك عنده ارتستيرمن، ميعاد مع الدكتور، تقول له ايه؟ جويت بسرونج. جويت بسرونج اللي ايه؟ الف سلامه. طبعا فيليش باس وقت ممتع ما تنفعش، وفي ايرفولج دي معناها التوفيق في الامتحانات والديكتات. مونتاكس، حد قال لك مونتاكس؟ مونتاج يعني ايه؟ يوم الاثنين. وقلنا حرف الاس في نهايه الكلمات الداله على الزمن بدل على التكرار، بدل عليه على التكرار. مونتاكس كل يوم اثنين. هنا النهارده زامستاكس كل يوم سبت مثلا، تمام، فرايتاكس كل يوم جمعه. يبقى مونتاكس، حد قال لك امتى؟ امتى كذا. يبقى مونتاكس فان هاست دو دويتش، امتى عندك الماني؟ ولا فان بيجين تدير فيلم، متى يبدا الفيلم؟ ولا فاس هاست دو هويتي، عندك النهارده؟ طبعا عندك الماني امتى؟ اكيد الفيلم مش هيبدا كل يوم اثنين، تمام؟ لكن انا عندي مثلا درس الماني مونتاكس مثلا كل يوم اثنين. رقم 8 يمن ده فرقت نح ديم جيمورتستاج، واحد بيسالك عن عيد ميلادك هتقول له ايه؟ هتقول له ام درايسجستن ميريتس. طبعا اعداد الترتيبيه او التاريخ، نطق التاريخ او قاعده كتابه التاريخ بقول ان شاء الله في ثالثه ثانوي ان شاء الله السنه الجايه نتكلم فيها بالتفصيل يعني. يبقى واحد سالك، يبقى انت ترد عليه غير ما اقول لك ايه؟ فان بيست دوجي بورن. انت كده بتسال عن عيد الميلاد، هتقول فان بيست دوجي بورن. لكن دلوقتي حد بيسالك عن عيد ميلادك امتى مثلا، هيقول انت ترد عليه تقول له ام درايسجستن ميريتس. تمام، زي كومنت سو شبيت ان دي كلاسي، انت رحت الفصل متاخر، رحت المدرسه متاخر. طبعا هتعتذر، هتقول انشولجونج، معذره. يبقى هنا انشولجونج معذره، مش هتقول فيش بيتست اس، الساعه كام، او مش هتقول داز اس سو شبيت، ده متاخر جدا. ده الهيري اللي يقول لك الكلام ده، داز اس سو شبيت، ده متاخر جدا يا بيومي. تمام كده. طيب اخر نقطه في حل المواقف، اي فريند هات كوب في شميرتس، واحد عنده صداع، هتقول له ايه؟ في ارفولج بالتوفيق والنجاح، ولا تقول له جود بسرونج الف سلامه، ولا تقول له دير ارتست از نيشت دكتور مش هنا، هتقول له جود بسرونج معناها الف سلامه. طب دي كده كلها جزئيه المواقف، واحنا متعودين نحل 10 امثله في المواقف. طيب ايه الجزء اللي عليه الدور؟ الايميل اوردر اوفزتس. الايميل او الاوفزتس، ايميل معناه ايميل، وافضل معناه مقال. الفرق بين الاثنين فرق بسيط جدا. طيب الايميل بيديلك اسمين، فلان بيبعت رساله لفلان او بيبعت ايميل لفلان وبيقول له فيه عن موضوع فلان ايه، موضوع معين، وبيديلك عنصرين تكتب عن العنصرين وزود جمله من عندك. طيب اما الافضل رص على طول، ترص الجمله جنب بعضها بدون اي لخبطه او بدون اي مقدمه ونهايه. ده الفرق بين الاثنين. طيب بما ان احنا بنتكلم عن تعلم اللغات واهميه اللغه وتعليم اللغات في المرحله اللي احنا فيها، كلمه اسمها شبراخ كورس. شبراخ كورس معناها كورس لغه، شبراخ معناها لغه، كورس يعني كورس. طبعا دي بعض العناصر اللي بتدربني على ازاي اكون جمله، يعني مش حاجه صعبه قوي. دوتشلاند المانيا، عايز اقول جمله فيها دوتشلاند، هقول يتس بن ايش ان دوتشلاند، دلوقتي يا جماعه انا بكون في المانيا. طيب دوتش كورس، دورت هناك ماخ ايش اين ان دوتش كورس، بعمل كورس الماني هناك. هنا ام مونتاج، هتقول دير كورس فينجت ام اب مورجن او ام اي حاجه، ام في الاخر. طبعا ده الفعل المنفصل اللي احنا قلنا عليه من شويه، ان فانجن ده معناه يبدا، يبقى الكورس هيبدا يوم الاثنين. دورت يستغرق اير، دورت اير دي عايدة على ايه؟ على الكورس طبعا، دير تبقى اير، دير دورت سفاي موناتي، هتستغرق شهرين. فريندليش ودود، الي لويتي هيرز اند نت اون فريندليش،
يعني كل الناس اللي هنا في الكورس ودودين طيبين لطفاء، تمام كده. أربية العمل هتقول لي ايه؟ دويتش براوخ ايش فير ماين أربايت، أو ايش براوخ دويتش فير ماين أربايت، أنا محتاج الألماني للشغل، للوظيفة، لأي حاجة، للدراسة، للسفر، تمام؟ لازم يعني يقرأ، أو ايش لازم في البوشر أون سايتونجن، ايش لازم في البوشر، كتب كتير، أون سايتونجن معناها جرائد، جرائد يعني بالألماني طبعا. فيلمي ايش زي اوخ دوتشي فيلمي، انا بتفرج على الافلام المانيه. فيشتش او سبراخ ليرنين دي معناها تعلم اللغات، است فيشتش بيكون حاجه مهمه، تمام. انتريزانت ايش فيند دويتش انتريزانت، وقلنا الصفات دايما بيجي مع الفعل فيندن، الصفات فيشتش انتريزانت تول سوبر، كل دي كلها افعال صفات بتيجي مع ايه؟ مع الفيرب فيندن. طيب ندي بقى مثال كده ونحاول نحل ازاي نحل الايميل والاوفزاتس، وركز بقى معايا. دوتش كورس ده العنوان بتاعنا، ام مونتاج واربايت وفيشتش. دوتش كورس هتقول مثلا ايه؟ ايش ماخي اينن دوتش كورس، انا يا جماعه بعمل كورس الماني، ادي دوتش كورس نقطه. طيب ام مونتاج عايز اقول الكورس بيكون يوم الاثنين، يبقى دي كورس فينجت بيبدا ام مونتاج، تمام كده. طيب اربايت انا محتاج الالماني للشغل بتاعي، اقول ايش براوخي اس، ايش براوخي اس فير ميني اربايت، انا محتاج الالماني للشغل بتاعي. فيشتش دي صفه، وقلنا الصفات مع الفعل فيندن، انا شايف ان الالماني مهم، هتقول ايش فيندي انا اجد دويتش فيشتش، تمام كده. انا شايف الالماني مهم. ايه يا عم العناصر اللي هو مديها لك؟ وده اسمه بقى اوفزاتس، ده اسمه ايه؟ اوفزاتس. طيب شبراخن ليرن نفس الكلام، انفانجن معناه يبدا، وفندن يعني يجد، كين ليرن معناه يتعرف على، تمام. طيب هنا الموضوع الثاني، فاروم ليرنس دويتش، هي نفس الايه؟ نفس الكلمات، اربايت معناها عمل او شغل، فيندن يجد، دوتشلاند يعني المانيا، تمام. تذكر بقى ايه محتاج الالماني ليه والكلام ده كله. طيب جزء الاس ام اس ده عباره عن رساله، عمر بعت رساله لعلي بيقول هاي علي، ازيك يا علي، اخبارك ايه، تمام. طيب هنخش بقى على الاسئله على طول، بيقول لك في فار دي انترشت جيسترن، في فار، طبعا فار دي لسه ما خدناهاش، ان شاء الله هناخدها الوحده الجايه. في هنا معناه كيف، كيف كانت الحصه، انترش دي معناه حصه. يبقى اول حاجه بعملها ايه؟ بعكس الاسماء اللي فوق تحت واللي تحت فوق، بقول ايه؟ هاي عمر، عامل ايه؟ كويس؟ هاي عمر. طيب هتقول لي ازاي بقى اجي اجاوب؟ يعني في ناس حافظه ما شاء الله عليهم، حافظه معنى آلية الاستفهام كده، انت حليت جزء كبير من ايه؟ من السؤال. معنى آلية الاستفهام لازم تكون عارفها كويس جدا. في معنى كيف، يبقى الاجابه صفه، حط يا عم اي حاجه، اي صفه، لو انت حطيت جود يبقى زي الفل، دي الاجابه الاولى، تمام. طيب was habt ihr gemacht، was habt ihr gemacht، عملتوا ايه؟ هتقول مثلا ايه؟ wir lernen، تعلمنا جراماتيك، او wir schreiben ايميل، كتبنا ايميلات او اس ام اس، تمام كده. und wann haben wir einen test، وامتى عندنا امتحان؟
هتقول مثلا ايه؟ ام مرجم مثلا، ام منطاد، ام منطاد، تمام. وفي الاخر علي. ايميل سهل جدا ما فيهوش اي صعوبه. كل اللي انت بتعمله اول حاجه بنعكس الاسماء، تمام كده، وتاني حاجه هتبص عينك كده على معنى آلة الاستفهام. عرفت معنى آلة الاستفهام يبقى انت كده ايه، حليت الايميل بكل سهوله وكل يسر. طبعا نفس الكلام، دي رساله من تيمو الى توني، ولا قناه صندوق جود بوش اكسبريشن. هل تعرف تكلم الماني كويس؟ هتقول مثلا يا ايش كان جود دويتش اكسبريشن. طيب فو هاست دويتش اللي جاي انا اتعلمت فين؟ هتقول مثلا ايه، هتقول ام جوتا جوتا انستيتوت، اللي هو ايه ده، معهد جوتا يا جماعه، انستيتوت ده المركز الثقافي الالماني اللي بيدي شهادات معتمده عشان تسافر المانيا او تشتغل في شركه مثلا انترناشونال او مدرسه مثلا انترناشونال. طيب في فيندست دوك جراماتيك، في فيندست ايه رايك؟ طبعا فيشتش، انا شايف ان الجراماتيك حاجه مهمه. فيشتش قالت 3 اجابات على 3 ايه اسئله، تمام. ادي الايميل بتاعنا، ما فيش اي مشكله خالص. دي نفس الكلام، انا بعت رساله لبيترا، حصل هويت سايت، عندك وقت النهارده؟ يا عندي يا انا وقت النهارده. عايز ايه بقى؟ فيلس دو اندينج تروب جين، تيجي نروح النادي. اوكي الاردن، تمام. يا مثلا في لانجي كانت دو دورت بلايبن، هنقعد دي هناك مثلا سواي ستوندن، مثلا سواي ستوندن ساعتين مثلا. يبقى انت كده يعني واد بيرفكت فعلا، انت كده مركز وعارف معنى آلة الاستفهام، انك كده بتحل ايميل بكل سهوله عندك. يعني عندنا بقى الدرس آلة الاستفهام ان شاء الله، يعني نحط كده ورقه محترمه كده فيها معنى آلة الاستفهام وفيها مثال وازاي اجاوب عن السؤال بتاعنا. دي كده حصه النهارده ان شاء الله خلصت. اتمنى يكون الدنيا واضحه بالنسبه لكم. ده كده حصه لايت خفيفه، دي مواقف وايميل، والحمد لله ان شاء الله انتم كنتوا مركزين معايا النهارده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبكم في الله.